لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحة جيدة. اليوم غادي نصاوب معكم واحد البيجامه ديال الدار بالسروال ولا كيطمه ديال الدار، ويلا غتكون حتى حد الركبه ولا تحت الركبه شويه، مولاتها بغاتها طويله. عندي هنايا هذه موبرا ديال البيجامات وديال الكيطمات بينوارات. المهم هذه موبرا زوينه غليظه، ماشي داك الموبرا ديال البوديات كتكون رقيقه، هذه غليظه مشعره من الداخل ومن برا وكتيري. عندي هنايا هذا اللوين، هذا غري مغلوق وهذا غري مفتوح، هذا غيجي في السروال وهذا غيجي في الفوقاني، وغادي ندخلو في الجياب في الفوقاني وندخلو في القب ان شاء الله. دابا اول حاجه غادي نديروها، غادي نبدا بالسروال هو الاول، نحيدو هذا. طويت انا الثوب على 4، هذه هي الحاشيه محلوله وهنا راه مسدود. هنا هذا الطرف هذا عندي فيه 1.7 متر، هنا راه درت خط هنايا حيت الثوب عندي هنا ما مقادش. غادي نخلي هنايا 6 سنتيم ولا 7 ديال لاستيك، نخلي 7 سنتيم، هادي ما غنحسبهاش ديال لاستيك، راني نسيت وطراسي الطول، غنولي نطراسي من هنا الطول ديالي، ناخذو من هاد البلاصه هادي، هاد 7 ما غنحسبهاش. هنا عندي 92 في الطول، غندير 90 وعاد ندير له الباندا من التحت. هنا في الراس ديال السروال غندير 13. هاد الحرده ديالنا ديال السروال لا القعده، كل واحد شنو كيقول لها. غنهبط من هنايا غندير 28، عندي 27 في الدوره ديال الحوض، ونزيد سنتيم ديال الخياطه. هاد البليصه غادي نخرج هنايا غير 3 سنتيم حيت مازال غندير له داك الخرطه اللي كتجي لاصقه، واحد الخريطه تكون فيها واحد 4 سنتيم صافي. وغادي نطلع هنا في الدوره ديال لاستيك ندير 26 صافي، غنطلع من هنا واحد 6 سنتيم وغادي ندير الدوره ديالي بحال اللي كنديرو في التركيز. وهنايا غادي نشد من هاد النقطه هادي لهنايا فين عندي الطول ديالي، هنا اللي بغيتو تدخلو واحد سنتيم باش ما يجيناش تما بحال اللي مبوق، حيت اصلا هاد الثوب هذا راه كيتيري، خصنا نحطو العبارات نيشان بلا ما نزيدو ثمن الخياطه صافي. كندخل واحد سنتيم ولا سنتيم ونص، وهذا باش ما كتجيناش هاد البلاصه بحال اللي مبوقه هنايا. صافي انا غنحيد هذا حيت جهه وحده، نخلي هذه اللي مطراسيها باش تبان لكم. هنايا هذا هو المنتصف ديالو، غادي نخرجو هنا واحد 3 سنتيم نحيدوها، هذه ديال الامام كنحيدو منه 3 سنتيم. صافي ونقص عاود 2 سنتيم من هنا، صافي هذا هو الكولون ديالنا. وراه نزيد له باندا هنايا تكون فيها واش شي 4 سنتيم هكاك، باش غندير داك الخريطه غادي نطوي هكايا، نجيب طريف غير من هذوك اللي شاطولي ندير لهم هكايا، ها هو طويتو على 2 ولي نطوي على 4 صافي. نقطع من هنايا، غنخلي هنا واحد 4 سنتيم
من هاد البلاصه هادي هكا كتجي. هادي غنلصقها لها في السروال باش كتعطي واحد اتساع للسروال وما كيتقطعش دغيا. هادو اللي بقاو لي هنايا غادي نخليهم باش نغلف القب ديال الكيطمه والجياب. هذا الثوب ديال الفوقانيه ديال الكيطمه هنا طويته على 4. هذه الجهه اللي محلوله هذه مسدوده، ومعندي راه كمسدودين بجوج حيت من القدام غتكون مسدوده. هنا راه درت المبرده دائما الشعره ديالها تكون لتحت وتبدا الفصاله ديالك من هنا من الفوق الكتاف وداك والقياسات نحبداهم من هنا. الشعره فاش نديرو تكون هكايا عاطيه لتحت. هاد القياس هذا اللي غندير انا راه كيحتاج في الثوم متر و متر و70. هاد المقاس اللي غندير انا في هاد الكيطم. هنا غادي نبدا عندي الكتاف، عندي كتاف فيهم 40، نزيد سنتيم ديال الخياطه، نهبط 3 سنتيم ديال الكتاف، ونهبط هنا 21. هنا نيشة خصها تكون 21، راه عندي انا 21. غنجي لهنا غندير خط الصدر، عندي فيه 28، نزيد سنتيم ديال الخياطة، غادي نهبط هنايا 14 البط، هيا فين عندي 14 الحوض. البطن عندي فيها 27، نزيد سنتيم ديال الخياطة. الحوض عندي فيه 30، نزيد الخياطة. هنا راه ضروري ما تخليوهش داير هنا بحال المثلات، كنجيو لهنايا وكنحاولوا نقوصوه شي شويه. هنا الدوره ديال العنق غندير فيها 8، نهبط 2 سنتيم في ديال الظهر، نجيب هاد النقطه هادي نربطها هنايا، نصيلها مع هاد النقطه هادي. دابا نشوف الطول ديالي من هنا على الكتف، عندي في الطول ديال الكيطمه 105، نزيد 3 سنتيم ديال لوغلي. هنا في الايفازي غادي ندير فيها 40 ولا 42 باش تجيني واسعه من تحت. صافي نخليها على العرض ديالو. هنا راه في العرض ديالو 43، غتمشي سنتيم ديال الخياطة وغتبقى لي 42. غنجيب هنا غنطلع واحد 6 سنتيم وندير الدورة ديال التركيز، صافي. ولا بالبيستولي اللي عندكم هاهي ديرو لها هكايا ودورو عليها، شدوها من هاد النقطة هادي بهاد النقطة اللي في الكتف. نحيد هذا الذهب ونخلي هذا. انا هبط هنايا في الدوره ديال العنق، انا هبط سعود وندير وندور هكايا بيدي. هذه الكيطمه ديال الدار بغيتو تدخلوا هنا داك السنتيم دخلوه، ما بغيتوش تخليوها، ماشي مشكل، ماشي بحال الجلابه ولا الرومي كيبقى شويه مخنشش.
هادو كيكونوا الدار اصلا كيتلبسوا هكا الحوايج، واخا كيبقاو مرتاحين ماشي مشكل. حيد من هنا سانتي، هادي ديال الامام غادي نصاوب لها الجياب هنايا في الجنب، غادي نهبط من هنا من الدوره ديال التركيز، غادي نهبط 17 ونهبط هنايا 14، نجي للمنتصف وغادي ندخل 6 سنتي صافي، ونصل هذه النقطه لعند هذه النقطه هذه، ونصلها لهاد النقطه هذه. هاد الجياب ردوا البال، نمشيو نضربوا حتى الظهر نحيدوه، كنضربوا غير الامام، هما اللي كان الدوفات ديال الامام. صافي هادو هما الجياب ديالنا، غادي ندخلو فيهم الديكرادي ديال السروال عبر التركيز ديالي بعدا. سبعة وعشرين، غنجيب هاد الطرف هذا اللي شاطلي، هنا داك الطرف اللي شاطلي راه طويته هنا على ربعة، طويته غير القياس ديال الكم ديالي. هنا طويت تمن 24 سنتيم، هاهي فين عندي 24، مازال مي غادي نهبط هنايا راه غادي يتزادو لي جوج سنتيم ولا تلاتة سنتيم كتزاد، كنهبط هنايا 10، بيجامات ديال الدار ولا الكيطمات ديال الدار كنهبط فيهم 10. عندي في الكمام 58، بغا يكون حتى هما فيهم الباندا، غنقص 4 سنتيم ديال الباندا، وضروري نديرو بحساب السنتيم ديال الخياطة من هنا وحساب ديال السنتيم من هنايا. الباندا غتكون عندي فيها 4 سنتيم، غادي نقص من هاد العبار ديالكم غنقص غير 2 سنتيم. هنا درت 56، دير 13، صافي هاد المسافة اللي عندي هنايا غادي نقسمها هكا على جوج، ولولي نقسم هادي على جوج، ولولي نقسم هادي على جوج، غادي نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم. هاد القياسات هادو راني حاطاهم معاكم بالضبط، بزاف ديال الفيديوهات حطيتهم معاكم وريتكم الطريقة ديال الدورة ديالكم ولا ديال التركيز. عندي في الدرع 20، نزيد سنتيم ديال الخياطة جاني هنايا، صافي هذا الكم ديالنا. دابا غندوز نفصل القب، هنا غادي نفصل القب ديالي، هنا في الدوره ديال القب غادي ندير 38، هنا غادي ندير 24، هنا يجينا خط مستقيم في هذه البلاصه هذه، وهنا غادي ندير 27. خصنا هاد المسافة هادي اللي عندي هنايا تكون عندي من هاد النقطة لهنايا، غادي نطلع من هنايا بسبعة سنتيم هكا، وغنجيب هاد النقطة هادي غنربطها هنايا. من هنايا غادي ندخل واحد 3 سنتيم ولا 4 باش نجيبو داير، وغادي نجي لهنايا غادي نصيل هكا خط ندور هنايا، غادي نقص واحد سنتيم من هنا،
هذا هو القب ديالي، غادي نفصل له الغلاف ديالو من التوب ديال السروال، غادي نغلفه. جي مغلف هنا، غادي نفصل الباندا ديال السروال، ندير هنا في العرض ديالها واحد 5 سنتيم ولا 6، ندير 6 سنتيم العرض اللي يكون فيها، تكون فيها 12 ولا 11، 11 بركه باش يجي، باش تجي مجموعه على الرجل. ونخليو سنتيم ديال الخياطه، هي ندير 12 فيها. مازال انا غنفصل وحده اخرى بحالها، ديرو فيها 12 في العرض. شحال ما بغيتيه يكون مجموع، الا بغيتيه يكون مزير تزيدو تنقصو منها. هذه حيت هاد التوب هذا راه كيتيري. هنا راه درت هذا، جبتو درتو على جوج كما شفتو هنايا، وحطيت عليه هذا من الفوق. غادي نفصل عليه، صافي. هذا هو القب ديالي، غنفصل الباندات. العرض ديالهم دير 6 سنتيم، شيو بحالهم بحال ديال السروال، صافي. غادي نطوي هكا، هنا ندير فيهم 11، وتحيد سنتيم د الخياطة، غتبقى فيهم 10. هادو البنطات ديال الكمام. دابا غادي نفصل الجياب، هنا راه دايرة على جوج، هنا غندير في الطول ديالهم غندير 32، الدورة ديالهم من هنا غندير فيهم 18، صافي. هاد 18 هادي غادي نصيلها لهنايا، نجمو بحال لي دايرين. ندير داك الباندا اللي غندير، اللي غنفيني بها الدوره ديال الجيب، دير فيها 3 سنتيم. صافي، غندير كل وحده غندير فيها 30 سنتيم على حسب الدوره اللي عندكم، الا كان من الاحسن تعبروها. نزيد وحده اخرى هنايا، هاد الطريفات هادو غنصاوب منهم داك القويقات اللي غيكونوا لاصقين لي في القب، ندير لهم قويقات، صافي. هادي هادو البنطات ديال الجياب، هادو البنطات ديال الكمال، صافي. دابا سالينا الكيطمه ديالنا، وندوزو ان شاء الله للخياطه. نتمنى تكون عجبكم الفيديو، جاكم ساهل، تستافدوا ان شاء الله شي حاجه.